بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. والنهارده ان شاء الله تعالى بنشرح موضوع او بنتحدث عن موضوع ازاي بنسحب اموالنا من بنك البيبال عن طريق فيزا تسمى فيزا كلاسيك البريد المصري، لان كثيرا من الناس الذين يعملون في مجال الانترنت ممن يعملون مثلا على عروض السي بي اي او الافلييت او اي بنك او اي موقع بيكون طريقة الدفع بتاعته على البيبال، والكل بيسأل ازاي اسحب اموالي من البيبال وكيف تصلني الى مصر، لان هذه المواقع كثير منها لا يتم الدفع الا عن طريق البيبال. النهاردة بنشرح ازاي تستخرج فيزا كلاسيك وازاي تربطها بحسابك على البيبال وازاي تسحب اموالك من مكنه الاي تي ام. تابع الفيديو حتى النهايه. في البدايه بدعوك اذا كنت اول مره تشاهدنا قناه شرح زي التعليم ان لا تبخل علينا بلايك شير، واذا كنت اول مره تشاهدنا فرجاء الضغط على الزر الاحمر الاشتراك او سبسكرايب، اضغط على زر الجرس اي فعل زر الاشعارات حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناتنا شرح زي التعليم. والنهارده ان شاء الله تعالى بنشوف هذا الموضوع اللي بيسأل عنه الكثير. في البداية الفيزا كلاسيك البريد المصري هي أحد الفيزات اللي بيقدمها البريد المصري في 2020 حديثا، وهو يقدم كثير من الفيزات. هذه الفيزا كلاسيك طبعا دي بتهم كثير من الناس اللي بيعملوا أعمال حرة على الفريلانسر وخمسات ومستقل، وايضا اللي بيعملوا على عروض السي بي اي وغيرها من طرق العمل على الانترنت. اول حاجة علشان تحصل على هذه الفيزا بتتوجه الى البريد المصري ومعاك مبلغ 200 جنيه. ليه معاك مبلغ 200 جنيه؟ ده علشان اللي انا هقوله لك دلوقتي. بتطلب تفتح حساب ب 200 جنيه وبتطلب فيزا كلاسيك على الحساب. بعد ما بتفتح الحساب بتقعد مدة وبتجيلك الفيزا. بعد ما بتجيلك الفيزا، الفيزا تمنها 25 جنيه، وبكده بيفضل في حسابك 175 جنيه. 175 جنيه بتجيب الفيزا معاك، حصلت عليها تمام، فبتتصل بأحد الأرقام علشان تفعيل الفيزا بتاعتك، وده بيكون في الفترة المسائية. رقم خدمة عملاء البريد المصري اللي هو 0-235-31-5920، هسيب لك أنا الأرقام دي تحت، أو بتتصل برقم مكتوب على الفيزا نفسها وهو رقم مختصر، هجيب لك الرقم ده دلوقتي، وهو رقم 16789، ده رقم مختصر. طبعا ده بيبقى مساء في الساعة 10 مساء عدا يوم الجمعة. الفيزا دي مدتها 5 سنين، يعني بتجددها بعد 5 سنين. هذه الفيزا ايضا لها مميزات، انك قلنا بتفعل بقى البيبال، وهنعرف ازاي دلوقتي هتفعل بقى البيبال. ايضا هذه الفيزا من مميزات هذه الفيزا انك تستطيع انك تشتري بها من مواقع الانترنت، او لو انت عندك موقع عايز تعمله استضافة، او اي تعامل على الانترنت ممكن تستخدم هذه الفيزا. بمعنى ان انت هتروح تحط في حسابك المبلغ بالمصري، فلوس بالمصري، وبعدين بما ان الفيزا مربوطة بالحساب فتشتري عن طريق الفيزا، وهيسحب من الحساب بتاعك وهياخد المبلغ اللي انت عايز تشتري منه. فهنا الفيزا دي جمعت ما بين اتنين، انك تقدر تستلم اموالك عن طريق مكنة الاي تي ام، تقدر تفعل بها البيبال، وايضا تقدر تشتري ما تشاء من مواقع الانترنت عن طريق هذه الفيزا. طيب المعلومات اللي قدامك دي انا هسيبها لك في لينك تدوينة هكتبه في احد المدونات، في احد المواضيع عندي على مدونة هام اونلاين. نيجي بعد كده لموقع البيبال وازاي بتفعل الفيزا دي على موقع البيبال. اول حاجة بتدخل على موقع البيبال،
بتدخل على حسابك في البيبال وبتضغط على كلمة المحفظة فوق، فبيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي، بيقول لك ربط حساب بنكي وربط بطاقة. هتدخل هنا في احنا رابطين الحساب بفيزا قبل كده، لو انت عايز تشيل دي بتلغيها وبتضغط على ربط بطاقة او ربط حساب بنكي. فلو ضغطت على ربط بطاقة بيتفتح لك صفحة بتكتب فيها رقم البطاقة اللي هو على البطاقة، رقم الفيزا بتاعتك، وبتطلب تاريخ الانتهاء والرقم السري بتاع البطاقة، وكده بتربط البطاقة مع حسابك البنكي في البيبان. لو انت عايز تربطه مع حساب بنكي بتضغط هنا على ربط حساب بنكي، وهنا بتضيف حسابك البنكي، حساب توفير او حساب جاري، وبتكتب رقم التوجيه البنكي ورقم الحساب، واستخدم هذا الحساب البنكي لاجراء التحويلات الاوتوماتيكيه من رصيدك على البيبال، بتضغط صح وبعدين موافقه واضافه، لكن احنا هنا بنربطه بالبطاقه فبتضغط على البطاقه. كده انت ربطت البيبال بتاعك بالحساب الفيزا، واي تحويلات بتتم سواء تحويلات ماليه فيستحسن انك تتصل بالبيبال لتفعيل الحساب. بمعنى ايه؟ ان ممكن البيبال اتربط بالفيزا ولكن انت بتيجي تحول مبلغ من موقع ما على البيبال ما بتجيش، او بتلاقي ان الحساب ده او المبلغ ده ما وصلش الى حسابك في البيبال، وده حصل معايا واتصلت بهم، اتصل بخدمة العملاء في البيبال عن طريق بريد وبتفعلها لك رسمي. يبقى لابد علشان تتأكد ان حساب البيبال اصبح مفعل لاستقبال الاموال، بالذات لاستقبال الاموال، لابد انك تراسل البيبال وبتطلب من خدمة العملاء، وهي خدمة العملاء ممتازة، انه يفعل لك حسابك على البيبال. فبعد التفعيل بتقدر تحول اي فلوس لك على حساب البيبال. بعد 3 او 4 ايام بتنزل الحساب الفلوس دي في حسابك في البيبال، وممكن عن طريق مكنة الاي تي ام والفيزا اللي معاك اللي هي الفيزا كلاسيك بتقدر توصل لانك تسحبها من مكنة الاي تي ام. ولكن بذكرك تاني بالموقف اللي حصل معايا، وهو انك لازم تتصل بحساب البيبال بعد ما تربطه بالفيزا، بتتصل بهم عن طريق خدمة العملاء وتقول لهم رجاء حسابي هل هو مؤهل الآن إلى استقبال الأموال أو لا. هيتصلوا بيك عن طريق التليفون وهيكلموك باللغة العربية وهيفعل لك حسابك في البيبال لاستقبال الأموال علشان ما تحولش أموال وتضيع عليك. ده كان موقف حصل معايا، لأن بدأت أن أسحب من موقع بعت $5 على حساب او $10 على سبيل التجربة، لم يتم وصولها الى حساب البيبال. ولما اتصلت بهم وعملت لهم سكرين شوت من الموقع اللي هو كان موقع ميجا بونص، بان انا حولت فعلا $10 وراحت $10 وما جاتش في حساب البيبال، فهم قالوا ان حسابك يحتاج تفعيل، وفعلا تم تفعيل حسابي في البيبال لاستقبال الاموال وحولت عليه واستقبل فعلا، والناس مشكورين قالوا ان احنا هنعوضك بان احنا هنضيف $5 لحسابك مجاني، وفعلا ضافوا $5 لحسابي مجاني زي ما شفت الحساب من شوية في $15. ده كان كل شيء عن فيزا كلاسيك، والمعلومات دي لو انت عايز تعرفها بالتفصيل، المعلومات دي معلومة متوفرة يعني على كثير من مواقع الانترنت، انا هجمعها لك في تدوينة على في احد المدونات اللي عندي، وهي مدونة هام اونلاين. بكده انا فتحت لك مجال للعمل وسهلتنا لك طريق لسحب اموالك من اي موقع على البيبال عن طريق فيزا كلاسيك، ودي الخدمة اللي قدمتها البريد المصري، واصبح العمل على الانترنت لا يعوقه شيء. فنرجو للجميع التوفيق والنجاح، واي سؤال ان شاء الله انا برد عليه، اي تعليق اكتب اي تعليق اسفل في الوصف في الديسكريبشن وان شاء الله هنرد عليه. برجاء ان لا تبخل علينا في النهاية بلايك شير،
وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله مع قناتنا شرح زي التعليم، لنتعلم الكثير والكثير في شتى المجالات. وهيا بنا نتعلم، وهيا بنا نحيا الحياة. وإلى أن ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.